وملك. بعد الحرب على غزة والانتهاكات الكبرى اللي شفناها، قامت جنوب أفريقيا بتقديم دعوة إلى محكمة العدل الدولية، واللي كانت أصدرت قرار بالأمس كما كنا نحكي عليها بكري، دونك تمثل في فرض تدابير مؤقتة فورية على الاحتلال. باش نحكي أكثر على هذا القرار، أبرز التداعيات، باش يدخل معنا في مباشرة الصحفي بشبكة الجزيرة الصحفي التونسي عمر العابد في فقرة في وقته. في وقته. صباح خير ونهارك زين عمر. مرحبا بك أختي عفاف، ورحب بالفريق الحاضر معك وبمستمعي إذاعة ديوان فم. يعيشك. دونك نبداو عمر، دونك بعد صدور قرار المحكمة الدولية، هل يلتزم الاحتلال بهذه التدابير حسب أول القراءات؟ قبل كل شيء أختي عفاف، خلينا نوضحوا للسادة المستمعين الكرام أن هذه المنظمات الدولية مهما تصدر من قرارات وتستكثر من تشريعات وأحكام، فإنها عادة ما تجابه بالعديد من العراقيل. أما مدى الامتثال لتلك القرارات والتزام الدول بها أو الجهات المعنية بها. ثانيا، بالنسبة للدول عندها مبدأ السيادة، مبدأ سيادة الدولة. ثالثا، لا وجود لقوة حقيقية قادرة على تنفيذ هذه الأحكام على أرض الواقع، وشهدنا عبر تاريخ تدخل القوى الأممية المحايدة لفرض نظام مسلح داخل الدولة الواحدة أو بين دولتين تبدأ حرب أهلية أو أكثر، فيقتصر دوره على احترام الهدنة أو وقف الصراع، لكن لم تتدخل القوى الأممية في أي مناسبة من المناسبات على إجبار دولة بالامتثال بالقرارات الأممية. وجميعنا يعلم أن هذا الكيان المحتل لا يهتم بكل ما ذكرته سابقا، بل ويضرب بكل المعاهدات الدولية عرض الحائط. وشاهد على ذلك هو تصريحات بنيامين نتنياهو اللي قبل ما تتم الجلسة هذه وقبل ما تتم المحاكمة قال لن ألتزم بأي قرار لمحكمة العدل الدولية وسأواصل الحرب، يعني باش يقضي على حماس، هذه الأحلام بتاعه بالطبيعة، ويحرر جميع الرهائن. أما فيما يخص القرارات المتخذة فالصادر على محكمة العدل الدولية، والبارح كنت على تواصل مع ثلاث حقوقيين رفيعي المستوى في لاهاي، الأمر ما استخلصته طبعا من هذه المحادثات هو القرارات اللي من المفروض يعني نقول القرارات هذه هي الصادرة على محكمة العدل الدولية، وأن صح تسميته حكم قضائي لأتم معنى الكلمة، لأن هناك نقاش وخلاف حول مدى تمتع الأحكام الصادرة عنها بالصورة القضائية الحقيقية، وبمطالعة ما تم التواصل إليه يوم أمس تختلف التسميات. يمكن نعتبرها يعني القرارات اللي خرجوا به هي عبارة على لائحة توجيهية فقط لإسرائيل ببنود الحرب واحترام المدنيين وتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء، وأقرارها بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من الإبادة الجماعية. مادام أقرت بالقرار هذا فهي يعني اعترفت بأن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية، كما زاد قالت لازم تتجنب إسرائيل الهدم والقتل والاعتداء والتدمير، في الوقت زاد لإسرائيل قاعدة تعمل في منطقة عازلة في غزة بعرض كيلومتر واحد. هذا في الوقت نفسه اللي يصدر فيه القرار ده. زاد تسهيل توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة داخل القطاع، هذه نقطة جيدة زاد كما قلت ده. ورفضت أيضا أي طلب لإسرائيل، يعني الطلب اللي طلبته إسرائيل قالت لازم ترفض القضية بتاع أو الشكوى بتاع دولة جنوب أفريقيا، كما طلبت منها زاد التأكد على أنه جيشها ما يرتكبش أي انتهاكات، وفرضت على الاحتلال أنه يرفع لها تقرير في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة، وفرضت عليها أيضا أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية إبادة الجماعية. ولو تحب نفسرها المادة الثانية هذه شنو للسادة المستمعين؟ أي ده هي اتفاقية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، أقرت في سنة 1948 وبدأ تاريخ نفاذها في 12 جانفي 1951، تم التصديق عليها وانضمام 153 دولة لها، بمن فيهم شكون؟ دولة الاحتلال اللي تعتبر من أول الدول اللي انضمت لها، وهذا غريب وإذا اعتبرناها دولة أيضا بطبيعة الحال. صادقت عليها يعني عام 51 دولة الاحتلال وانضمت لها عام 48. يقول قائل بالنسبة للدول غير الموقع، برشا عباد تو بشافر وش يقول لك تو الدول غير الموقع، هل هي ملزمة يعني بالالتزام بهذه المادة أم لا؟ هو بصفة عامة السؤال متاع الالزام، الناس كل تتسائل هل الفرض هذي إذا كنا نجم نقوله بتدابير مؤقتة فورية على الاحتلال وكل القرارات اللي اتخذتها محكمة العدل الدولية هي ملزمة ولا وبأي آلية يمكن تنفيذها؟ نحن
نحن نعرف أنه دولة الاحتلال دائما تضرب بالمواثيق الدولية وبالمعاهدات الدولية وحتى بالقرارات عرض الحائط. وذي جاء على لسان شكون؟ جاء على لسان وزير خارجيتها إسرائيل كاتس. إش قال؟ قال إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي بغض النظر عن الإجراءات أمام محكمة العدل مثل حقها في الدفاع عن مواطنيه. لكن اللي ما يعرفوش كانس أنه بانعدام حق الكيان في الدفاع عن النفس باعتباره يعني هو قوة محتلة وذلك إنفاذا لعدة قواعد في القانون الدولي. ثانيا حاجة اللي ما يعرفها الزادة أنه حماس هي حركة مقاومة وطنية يكفل لها القانون الدولي حق الكفاح من أجل التحرير، ونعرفوا أحنا حق الشعوب في تقرير المصير. هذا اللي ما يعرفوش كانس. فيما يخص شنو اللي المفروض يصير بعد هذه القرارات في حال أن إسرائيل التزمت بطبيعة الحال يعني، والقرارات هذه اللي باش يصير يعني يجبرها أنه تلتزم بهذه القرارات. أول حاجة يجب على الاحتلال الالتزام بمنع الإبادة الجماعية وبالمعاقبة عليها وبسن التشريعات اللازمة لتفعيل الاتفاقية، الإلزام أيضا بفرض عقوبات فعالة على الأشخاص المدانين بارتكاب سلوك إجرام، الالتزام بمحاكمة الأشخاص المعنيين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وهنا نشير إلى وجوب محاكمة نتنياهو كمجرم حرب، واللي مفروض محكمة الجنايات الدولية تحرك دعوة ضده وتصنفه كمجرم حرب، لأنه هذا يعني مختصة فيه محكمة الجنايات الدولية هي اللي تحاكم مجرمي الحرب، ويجب في هذه اللحظة على إسرائيل أن تسلمه لمحكمة الجنايات الدولية. كما زاد يلزم أنه تنجم زاد محكمة إسرائيلية تحكم على نتنياهو وتصنفه كمجرم حرب. واضح واضح عمر. دونك حتى نختم النقطة هذه وباش نمشي للسؤال اللي من بعد، إذا لم يلتزم الاحتلال بهذا القرار كيفاش باش تكون ردة فعل المحكمة الدولية؟ هي كما قلت محكمة العدل الدولية لم تصدر قرارات، هي فقط لو اعتبرناها، وحتى قلت في محادثاتي يوم أمس مع الحقوقيين في المستوى في الهاي، يعني هي عبارة على توجيهات لدولة الاحتلال. هي وجهتها قلت لها يا إسرائيل تحب تكمل حرب كمل حرب على روحك، يعني في صريح العبارة وباش نحكيها باللهجة التونسية يعني. أما خلي المساعدات تدخل، خلي فما تسهيلات بتاع مساعدات، ما تضربش المدنيين، ما تهدش البيوت. واللي نعرفوه أن إسرائيل لن تلتزم، في حال ما التزمتش يعني ننتظر ما ستصدره محكمة العدل الدولية، ربما عقوبات، ربما قد تصدر عقوبات اقتصادية على إسرائيل، ربما يتحول الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية ويتم محكمة نتنياهو، فهذا يعني حسب تطور الأحداث. واضح. عمر العابد نحب نختم معك بشأن الأوضاع متاع الأهالي في اليوم 113 من الحرب، كيفاش قاعدين الأهالي في غزة يتعايشوا مع الوضع؟ وتوا كنا نحكيوا على إمكانية ربما التعامل بمرونة أكثر في علاقة بدخول مساعدات مثلا. سكان غزة حقيقة أختي عفاف يواجهون مجاعة كارثية بسبب نقص المواد الضرورية للعيش، واللي جعلت البعض يلجأ إلى علف الحيوانات. مجاعة كارثية، احنا نحكيه اليوم على مجاعة كارثية، واللاو يأكلوا في علف الحيوانات. يعني تخيل قمة يعني العجز اللي وصلوا لها. برنامج الأغذية العالمي إش قال؟ قال أنه قرابة 570 ألف شخص يعانون من المجاعة الكارثية، هذا ما قاله برنامج الأغذية العالمي. عباد تعيش في الخيمات، يعيشوا في البرد، ومع هذا الكل شتعمل قوات الاحتلال؟ تقصف فيهم وتقصف في المدارس اللي يلتجؤوا لها وتقصف المدارس التابعة للأونروا. كما يصعب أيضا إيصال المساعدات لعدة مناطق بغزة وتحديدا شمال غزة. وتواصلت مع شخص في غزة قال لي راهو المساعدات لا تغطي 10% من حاجيات الأهالي. كيما برشا عباد وكيما شفنا في العديد من المقاطع، يعني أطفال يشدوا في الصف باش ياكلوا في الآخر ما ياكلوش، يعني حقيقة ويتم قصفهم أحيانا وقت يمشيوا باش ياخذوا بعض من الأغذية بطبيعة الحال. وحصلت شهداء وصلت لأكثر من 26 ألف شهيد و 64 ألف جريح، ونحكيه زادة لهنا على 1.5 مليون شخص يتكدسون في 20% من أرض غزة. يعني تخيل كيفاش يعني، بغض النظر بطبيعة الحال عن معاناة الحوامل ومعاناة النساء والجوع وانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وصلوا حتى يخترعوا في حاجات بدائية لتدارك هذه الصعوبات
وباش يشاركوا الاوضاع بتاعهم. واضح، شكرا لك عمر العابد زميلنا الصحفي بشبكه الجزيره على كل هذه التوضيحات. ما نسكروش في وقته فقط وين نحكي مع عمر جاي قدامي الخبر هذية، وأنه محكمة أمريكية محمود تنظر في دعوة ضد الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع بتهمة الإخفاق في منع ارتكاب إبادة جماعية في غزة. هذا يا من اللي روتومبين على هاي مريت كيفاش معناها كنقولوا اللي هي إدانة كما كان يحكي حتى لو كان هي معناها على أرض الواقع ما ينجموا ينفذوا حتى شيء كمحكمة كمحكمة العدل الدولية، ولكن هاو هي هذيك هي المشكلة معناها متاع هاي اللي حكينا عليها كعرفنا بها عفاف جماعتين التالي قلنا هاي ما عندهاش انتربول ما عندهاش جيش ولا ما عندهاش شرطة عالمية باش تنفذ ما عندهاش آلية التنفيذ. أما تبقينا القرارات حتى كان كيما عبروا برشا يقول لك اللي خذته اللي خذاه الكيان ورقة صفرة ماهيش ورقة حمراء من لهاي هاي شوف الورقة الصفرة هذه قداش من باب باش تحل. وحتى فرنسا راهي جايه الاثنين مش كان خاطر الدعم الدعم المسلح هذا ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة المسؤولين معناها مش الدول والمسؤولين من حقهم ويلزمهم يخافوا من الحساب القدام. وي شفنا باغ اكزومبل البارح ميلونشان نشر فيديو وايضا تدوينة فيما يخص هذا الموضوع وطلب من دول الاتحاد الاوروبي وفرنسا تحديدا وانهم يتحركوا بعد الادانه هذه نتاع محكمه العدل الدوليه، وانهم ابسط حاجه يقول لك نوقفوا حاليا التعامل تعطى مثال بروسيا نوقفوا والدعم دونك في الانتظار وأن نشوفوا شنو اللي باش تعمل فعليا فرنسا. ونذكروا بالطبيعة اللي لهاي موجودة في أوروبا واللي رتومبي متاحة بداوا في أمريكا قبل ما يكونوا في أوروبا اللي هي في نفس القارة معناها قريبة تلهم، فنستنى وتو نشوفوا من هنا الجماعتين أخرين تو نشوفها. ويت أنسي قال الرجل به نمشي ونخرجوا فاصل وراجعين.